السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نتكلموا على الفنان آدم الوناس مارادونا العرب، وين أسطورة تاع جوفنتيس يكشف نقاط قوة آدم الوناس في الملعب. وين سباليتي وين دار كلش باش يخلي آدم الوناس عنده، باش يخدم مع آدم الوناس، خلاه باش يخدم مع آدم الوناس. سباليتي يكره آدم الوناس، سباليتي ما يبغيش آدم الوناس، سباليتي يلعب آدم الوناس بيكون خاسر بيكون حاصر. ايه عقلية تاع بكري هادي، او تعطيني بلوطة ميكونو قاضبينك. هادي بقاتي كيما هاكا، هذا ما بقى. ما جبناش مغاربة هضروا على أشرف حكيمي ميكارو بلاصو، والله ما جبناها، ما نشوفوش توانسايا هضروا هضرة. غير حنايا برك لي، حنا برك لي نتبعو نعلمو بالقلوب. حنا عندنا طبة تاع القلوب تاع الداخل، يعرفك كيف وين شراك، كاين في قلبك وشراك كاين في راسك، يشوف فيك يعرفك وين راك رايح. وين عبر أسطورة الجوفنتيس عن إعجابه الشديد بالدولي الجزائري آدم الوناس، وراه يتلقى في إشادات كبار. آدم الوناس اللي عنده 24 عام اللي غادي نشوفوا آدم الوناس إن شاء الله نشوفوه. والأدوار المهمة التي يلعبها مع نابولي منذ أن أصبح يتحصل على الفرصة من الطاقم الفني خلال الموسم الجديد الحالي. على بالك بلي الناس كاين اللي الله غالب، كاين اللي كلمه على بالك كاين ما يعرفش كرة قدم. روبلاسو كاين اللي دخل في 5 دقائق التالية قلب مباراة، كاين اللي قلب مباراة في 5 دقائق التالية. كاين الناس انتوما كنتو تفرجوا ولا ما كنتوش تفرجوا من قبل؟ لو كان لازم ما كنتوش تفرجوا، ما كنتوش تبعوا كاع البولا. والله لا بصح على بالي بلي ما كنتوش تبعوا البولا. علاه ما كنتوش تبعوا البولا؟ نقول لكم انا خاش كنت تعرف قيمة تاع، علاه يقول لك، علاه يقول لك لعاب بون روبلاسو، علاه يقول لك لازم يكون عندك البونك مليح. علاه تغييرات هذوك اللي تكون اللي كنت دايرهم في راسك بلي غادي يعطوك مستوى كبير ما يقدمولكش، يكون عندك. علاه حنا كونت بوركينا فاسو، علاه كونت بوركينا فاسو جوار اللي دخلوا ما مدوش، واللي كانوا يلعبوا شويه اللي دخلوا كان جوار خرجوا من المباراه. انا 20 دقيقة التالية مي عرفت بلي اللعابة بروحهم، اللعابة اللي كانوا راحت لهم المباراة، خرجت خفت من الخسارة، ما نكذبش عليكم والله لا خرجت. خرجت ما بغيتش نتفرج نار بوركينا فاسو 20 دقيقة التالية، والله ما تفرجتها. اليوم يجيك واحد يهضر لك يقول لك روبلاسو كون كان عندك تا آدم، كون كان عندك غير آدم الوناس، وكان كاين ني آدم الوناس كان غادي رايح يقلب المباراة. لو كان الجامع بالماضي عطاه ثقة كبيرة الغازي كان رايح يقلب المباراة. خاطش علاه مام محرز خرج من المباراة، خرجوا راحوا صعيب صورتو ميقال يزاولنا فماك راحوا. اي ربي يستر وصعيب، ربي شافينا وصعيب، ربي شافينا. وين تحدث الدولي الإيطالي السابق قائلا آدم الوناس أظهر خلال المباريات الأخيرة بأنه لعاب قادر على صناعة الفرق حتى عندما يكون الوقت قصير. شوف قالك عندما يكون في الوقت القصير، هذا اللي هدرها، هذا مش انت هدرتها ولا تهدر باش تصور ليبي ولا لا. الناس هدرت على كرة القدم، قالك مين يدخل حتى ويكون الوقت قاصر، وهذا امر ايجابي بالنسبه لنابولي. حتى وين يكون يدخله في 5 دقائق التاليه يقلب المباراه، يقلب المباراه 5 دقائق. الناس 5 دقائق على بالك شادنا واحد المباريات السنين هذو اللي فاتوا 2014، واللي شادنا في انجليز صورتو في انجليز ايكيب ربحه 4-0 ناس غاليزات، باقي 10 دقائق غاليزات وربحت.
يا ودي مر صاحب بالك في انجليز كاين لي بارتي بزاف راه ما ننساوش حاجه برك. دومي فينال البارسا باريس سان جيرمان في الكامب نو، الوقت اللي سجلت فيه باريس سان جيرمان كي سجلوا كانوا وما ربحوهم 4-0 في باري، ربحوهم 4-0 كانوا بارسا كانت رابحه 4-0 باريس سان جيرمان بركات البند، يعني باريس سان جيرمان هي اللي تقادي تكاليفي. شحال كان باقي وقت وباريس الاخرى برشلون بركات 2-2 شحال كان باقي وقت وزيد العام اللي داتها فانيك باريس سان جيرمان الاخرى كسموها البرشلون داتها كون تشيلسي شحال كان باقي وقت ومركات كان تشيلسي كاليفي. التغييرات اللي دارهم غوارديولا غوارديولا مي كان قال برشلونة التغييرات اللي دارهم بعد يجيك واحد دخلها 10 دقائق تالية ولا 10 دقائق تالية كاش فيها غاشي ولا 10 دقائق تاش غادي يموتو غاشي ويجو غاشي تاش موت كامل هذاك ما نحسبوش الهوايش نحسبو غير بنيادم تاش يموتو غاشي ويحيا ويجو ويدخلو غاشي جدد اش كاين. وين تحدث الدولي الإيطالي السابق لقناة قائلا آدم لوناس أظهر خلال المباريات الأخيرة بأنه لعاب قادر على صناعة الفرق حتى عندما يكون الوقت قصير وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنابولي ووصل إنه لعاب سريع وقادر على صناعة الفرق وواحد وهو وحده وهو ما يجعل منه خيار مهم جدا في حسابات المدرب سباليتي باعتباره ليس بحاجة للعاب أساسي ليكون خطر على المنافس. شو كيفاش هذه الناس اللي يهضروا هذه هضره تاع سباليتي خابث ودخل مع دخل يا ودي هارون هذا يعرف كرة القدم قال لك مين لونت سباليتي ما يحتاج باش لعاب يكون خاطر يدخلوا دونتري ويكون خاطر يكون لا بغات ربع ساعه التاليه برك لو كان دخل محر ادم الناس دخل في 81 دقيقه ومركا البنت الرابع ينساو كاع سباليتي وينساو منا وكمصر ادم تيبليسو روحوا لكم الا كنتو تتفرجوا الا كنتو تتفرجوا غير روحوا لكم واحد الامر الناس اللي تعقلها ماشي خلينا وين كوب ديمون طليان روجي ميلا كان يدخل دونتري ما كانش يدخل دونتري كان يدخل 20 مني التالية 15 دقيقة التالية يقلب البارتية والكاميرون تربح وتكاليفي شو كيفاش حنا كي نهضرو كيما شعب واحد يكومونتي انت يا ما تركت انت راكت انت ما تركت يا ودي لا انا هضر لك تاريخ نجيب لك الواقع اش كاين نجيب لك انا في ديك الماتش مكة لا جزائريين يلعبوا لا والو كاين عيط شويه التونسي هذه سباليتي نقلب الهضره تاع محرز غوارديولا نديرها سباليتي ادم لوناس سمحوا لي دقيقه انا دروك نحوسوا على هذه اللعابه اما لا دروك جاما بالماضي داير ادم لوناس جوكر جاما بالماضي فانيك خبيث 2019 ادم الناس لعبه في مباريات كنا متاهلين تاع كونتر وقيله تنزانيا 3 ماتش مجموعات ادم الناس وي ماركا جاما بالماضي فانيك نديرو خبيث لا يكرهو فانيك نديروها لا ان النهار اللي دخل كنا نلعبو كونتر المالي ودخل ادم لوناس قلب البارتيه وكما تبليساس كان رايحين ماركي ولا كنا رايحين ماركو فانيك نقولوا فانيك بالماضي خبيث يدخل ادم لوناس ميكون عارق يدخله لا وانا شوف منو شوف من انت كي تهضر من شوف من تهدر من شوف من
شي طايح خشين، حبه بطاطا خامجه من الداخل. وشوف هدرتك شاك هدر مقبل ما تهدر منها.